أتخلص من طاقة الشك؟ كثير أسئلة تجيني وتتكرر علي، كيف أتخلص من طاقة الشك؟ أنا شخص شكاك، أو الأشخاص اللي حولي يقولوا إني أنا شخص شكاك أو إنسان موسوس. أنا من وجهة نظري إنه طاقة الشك هي سلاح ذو حدين، ممكن أنا أستخدمها أو أسخرها لي إني أنا أستخدمها كطاقة حذر ووعي عشان تخليني أوصل للإيمان المطلق في الحدث أو الفكرة أو في وجهة النظر، وممكن تكون طاقة وسوسة، قلق فكري مصاحبة لخوف نفسي تخلي الشخص يصل فيها إلى عدم الثقة في الأشخاص والأحداث اللي حوله وعدم الثقة في ذاته. وفي الحالتين، في الاثنين، كل الطاقات والأفكار والمشاعر حتكون مسخرة لي وحتتجند لي عشان تتجلى كحدث وتتجسد كأحداث في الحياة المادية. طب أنا كيف أعرف إذا أنا في طاقة الحذر والوعي أو الحدس، أو في طاقة الوسوسة والقلق والخوف؟ من غير ما نقعد نحكم على الأشخاص، حنمسك الحدث أو الفكرة أو الطاقة أو المشاعر ونكون واعيين للأحداث اللي بتصير. هل الموقف اللي بيصير أو الفكرة اللي جاتني أو المشاعر اللي أنا مستشعرها الآن أو الطاقة اللي أنا حاسس فيها الآن كطاقة وعي بتحذرني من حدث معين عشان أغير السلوك، أو بتحذرني من فكرة معينة عشان أنا ممكن أبحث وأسعى فيها أكثر عشان أوصل للإيمان المطلق، أو بتخليني أعيش سوء ظن وأصدر الكثير من الأحكام أعيش فيها قلق فكري وخوف نفسي وبأفقد الثقة في الأشخاص اللي حولي وفي ذاتي؟